السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد سامي ودي مراجعة موبايل لافا A3. للي ما يعرفش ايه لافا دي او ايه شركة لافا دي، شركة لافا دي تأسست سنة 2009 في الهند. اللي بيميز شركة لافا هنا انها مش صيني، ودي الاول مرة ان شركة جديدة تدخل علينا وهي مش صيني، هي هندي، والموبايل صنع في الهند مش صنع في الصين خالص. والموبايل اللي احنا هنراجعه النهاردة وهو الـ A3، وهو الفلاج شيب بتاع الشركة. مش معنى ان هو فلاج شيب يعني باعلى الامكانيات وباعلى الحاجة، لا، فلاج شيب بتاع الشركة ده يعني اكبر موبايل في الشركة او افضل موبايل في الشركة. اول ما تمسك لافا الـ A3 صراحة هتحس ان هو موبايل بريميوم او من الموبايلات الغالية. ده ليه؟ لان هو مصنوع من المعدن بالكامل، الزراير من المعدن وظهر الجهاز كله من المعدن، مفيش بس غير الحتتين اللي فوق واللي تحت بلاستيك عشان الانتنة او عشان يوصلوا شبكة للجهاز. زائد كمان ان الموبايل جاي بحواف دائرية من ورا عشان مسكته تبقى مريحة جدا في الايد، وما تحسش ان انت حتى لو مسكته فترات طويلة ما تحسش ان انت تعبان او حاجة من الجهاز. من ورا الجهاز هنلاقي الكاميرا الخلفية واللي بتيجي بدقة 13 ميجا بيكسل، وتحت الكاميرا دي هنلاقي البصمة، وده يا جماعة اسرع بصمة في فئته، بل تكون ممكن تكون اسرع بصمة جربتها لحد الان، ممكن تكون اسرع من الاوبو F5 او في نفس كده السرعة بتاعتها، ولكن الكلام ده في الجهاز بالفئة السعرية دي هيكون ممتاز جدا. البصمة لافا بتقول انها بتفتح بسرعة 0.16 من الثانية، ودي ميزة الصراحة كويسة جدا في الجهاز ان البصمة بتفتح بسرعة جبارة الصراحة. ومن ورا برضو هنلاقي كلمة لافا A3 وتحتها Made in India، وده بيبين ان هي طبعا مصنوع في الهند. ومن قدام هنلاقي الشاشة اللي هي بتيجي بحجم 5.5 بوصة بدقة HD، مش فول اتش دي للاسف، مع ان في فئته السعريه في حاجات كتير جدا فول اتش دي، ولكن ده اللافا الاي 3 جاي بشاشه اتش دي اللي هي بدقه 1280 في 720. دلوقتي من الكلام كده او الكلام على الورق هنلاقي ان دقه اتش دي دي مش كافيه لشاشه 5.5 بوصه، ولكن لما نيجي نجرب الجهاز على الحقيقه هنلاقي ان شاشه اللافا الاي 3 كويسه جدا جدا، ما لاحظتش فيها اي بيكسلات واضحه مثلا وانا بقرا كتابه او حاجه، وما لاحظتش برده فيها الوان باهته او حاجه عشان هي يعني اتش دي مش فول اتش دي، يعني ما حسيتش من الاخر ان هي في فرق بينها قوي بين الاتش دي والفول اتش دي الصراحه، لان نوع البانل نفسها اللي هي بتيجي طبعا من نوع اي بي اس، ولكن نوع البانل نفسها او نوع الشاشة نفسها مش نوع رديء خالص. وكمان سطوع تحت اشعة الشمس او سطوع الشاشة او البرايتنس بتاع الشاشة تحت اشعة الشمس كان كويس جدا جدا، فقدرت ان انا اقرأ محتوى الشاشة تحت اشعة الشمس المباشر. لافا A3 بيجي بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0، وبيجي بكاميرا امامية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0. والحقيقة الكاميرا الخلفية ادتني اداء كويس الصبح، شاربنس معقول جدا، الالوان نفسها كانت مش اوفر ساتوريتد قوي عشان يبين لك ان الصوره كويسه جدا، يعني لا، الالوان طبيعيه جدا والصوره معقوله جدا ان انت تقدر تعتمد عليها في تصوير اي حاجه الصبح. اما بالليل فكان فيها شويه نويز كده لقيتهم في الاماكن الضلمه جدا، وعشان موضوع النويز الغريب ده لافا عملت لك حاجه اسمها نايت برو، في ده وضع في الكاميرا، لما تيجي تصور بالليل خالص دوس على النايت برو ده هتلاقي الصوره زي ما انتوا شايفين قدامكم على الشاشه دلوقتي تحفة، يعني الصورة ما فيهاش ولا نويز ولا حاجة، والإضاءة منخفضة جدا، وكمان التفاصيل باينة. وكمان لافا حطه في الـ A3 خاصية البوكيه افكت. البوكيه افكت ده اللي هو بيعزلك عن الخلفية، طبعا شفنا موبايلات كتير جدا في 2017 عاملاه، ولكن غالبا ما لقيتش موبايل في الفئة السعرية دي عامل الخاصية دي وبيعملها بالأداء المميز ده. دلوقتي الصبح ادتني أداء كويس جدا في البوكيه افكت، عزل الصوره كان كويس جدا، ما لقيتش مثلا في العزل حاجه بايظه او حاجه بتاع، ولكن بالليل كان ادائها مش قوي الصراحه، بحيث انها كانت بتعزل الصور او بتعزل الخلفيه، ممكن تعزل الخلفيه خالص، ممكن تعزل الحاجه اساسا اللي انا مصورها، فما كانتش دقيقه قوي يعني بالليل، ولكن الصبح كان عزلها ممتاز. نفس الكلام هنا في الكاميرا الاماميه، فزي ما قلنا انها بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.0. الكاميرا الاماميه ادتني اداء الصبح برده ممتاز، تفاصيل في الصوره كويسه جدا، والشاربنس برضو بتاع الصورة كان كويس جدا. اما بالليل فادتني برضو صور ممتازة، ولكن نفس موضوع النويز، وعشان تحل موضوع النويز ده هتعمل ايه؟ انت عارف، هتروح على الاعدادات او اعضاء الكاميرا وتدوس على نايت برو، هتطلع لك الصورة باقل كمية من النويز واكتر كمية من الاضاءة. الصراحة الوضع النايت برو ده انا عجبني جدا، اي نعم هو سوفت وير او حاجة يعني بتعالج الصورة من النويز وبتعالج الصورة من بتاع، ولكن بتعالجه بشكل كويس جدا. دي بالنسبة لكاميرات لافا الـ A3. اما امكانيات لافا الـ A3 او المعالج والرام، فهو بيجي بمعالج ميديا تك MT6750،
وهو معالج ثماني نواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز مع رامات بسعة 3 جيجا وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا. دلوقتي المعالج ده هو معالج قديم شوية وفي نفس فئة السعرية اللي هي تقريبا 3600 جنيه في نفس الفئة دي معالجات اكتر شوية بدون ذكر اسماء، ولكن في معالجات اكتر منه او احسن منه في نفس الفئة السعرية دي. ولكن لافا هنا عاملين اوبتمايزيشن جبار بين السوفت وير والهاردوير. لو فاكرين في فيديو الاوبو الاف 5 قلت لكم اهم حاجة الاوبتمايزيشن بين السوفت وير والهاردوير. لو احسن معالج في الدنيا واكبر ساعة رامات في العالم واكبر ساعة تخزين في العالم بس السوفت وير مش معمول له اوبتمايزيشن مع الهاردوير هتلاقي الجهاز بطيء. ولكن هنا لافا في الـ A3 عملوا اوبتمايزيشن كويس جدا جدا للسوفت وير مع الهاردوير. ففي استخدامي انا اللي دام تقريبا اسبوع او اسبوع وثلاث ايام 10 ايام تقريبا، استخدامي انا في العشر ايام دول ما لقيتش فيه اي تهنيج بمعنى الكلمه. التليفون كان بيشغل فيسبوك واتساب والحاجات العاديه بتاعتنا دي بدون اي مشاكل خالص. طبعا ما حملتش عليه حاجات تقيله قوي او ما استخدمتوش شغل تقيل قوي، لان يعني انا نفسي انا ما بستخدمش شغل تقيل الصراحه. بدخل على الفيسبوك وعلى الواتساب، بتابع يوتيوب فيديوهات يوتيوب مش عارف ايه، بتنقل بين التطبيقات، فالتنقل بين التطبيقات والكلام ده كله ما لقيتش فيه اي مشكله. وكمان الرام مانجمنت او تظبيط الرامات نفسها، شركه لافا هنا ظبطت الرام مانجمنت برده بشكل كبير جدا، ان انت ممكن الموبايل يكون بسعة 3 جيجا رام زي الاي 3 ده ويشيل تقريبا 10 ولا 12 تطبيق مفتوحين في الخلفية بدون اي تهنيك برضو وبدون اي حاجة في استخدامك للجهاز. اللافا الاي 3 برضو بيجي باندرويد مارشميلو. طبعا اندرويد مارشميلو هو نازل في 2016، مفروض احنا في 2017 والموبايل ده نازل في اواخر 2017 كمان، يبقى في اندرويد نوجا على الاقل. ولكن هنا للاسف اندرويد مارشميلو معرفش اذا كانوا هيحدثوه ولا لا. انا ما عنديش اي مشكله اندرويد من اول مارشميلو لغايه طبعا النوجا والاوريو. ولكن هنا واجهه المستخدم بتاعت لافا اسمها ستار او اس. الصراحه ستار او اس هي واجهه خفيفه جدا جدا، واحيي لافا عليها ان هم مخففين الجهاز جدا وما تحسش باي تهنيج وما تحسش باي حاجه صراحه وانت بتستخدم الجهاز. ولكن الواجهه نفسها يعني شكلها انا ما عجبنيش الصراحه، هي أذواق من الاول والاخر، ولكن انا شكل الواجهه نفسه ما عجبنيش. ايقونات كبيره زياده عن اللزوم، حتى دخلت على الاعدادات عشان اصغرها مفيش اي تصغير للايقونات. ايقونات كبيره زياده عن اللزوم عن الشاشه، الاعدادات كده محطوطه بشكل غريب قوي، مقسمين ان هو جنرال مثلا ديسبلاي مش عارف ايه. الاعدادات كده حسيتها مش يعني مش اندرويد اللي احنا عارفينه. وكمان زرار الريسنت ابس او اللي هو بيبين لك ان انت فتح تطبيقات ايه في الخلفيه لازم تدوس عليه هولد، لان انت لو دوست عليه مره واحده بيجيب لك ان انت تغير الوول بيبر، بيجيب لك ان انت تغير مش عارف ايه. فحاجه غريبه جدا. ولكن موضوع الستار او اس دي او واجهه المستخدم، انت لو مش عاجباك انت ممكن تنزل النوفا لانشر وهيديك اكنك ماسك موبايل اندرويد خام بالظبط، او هيديك تجربه موبايلات جوجل. طبعا نوفا لانشر كلنا عارفينه، فممكن تنزل نوفا لانشر او اي لانشر انت ممكن تنزله انت عاجبك. يعني لو مش عاجبك الستار او اس او الواجهه بتاعت الجهاز. لافا الاي 3 برده جايب بطاريه 3020 ملي امبير، مش بتدعم الشحن السريع، وده طبعا عادي جدا او طبيعي في فئته السعريه دي. البطارية ادتني تقريبا 4 ساعات ونص ل 5 ساعات سكرين اون تايم او وقت عمل الشاشة، و 10 ساعات وقت عمل الجهاز. طبعا بالنسبة للارقام دي انا شايفها كويسة مش وحشة، ان هي مثلا 4 ساعات ل 5 ساعات سكرين اون تايم وقت عمل الشاشة معاك طول اليوم. الجهاز تقريبا يعني بالبلدي كده كمل معايا اليوم كامل. في النهاية احب اقول ان الموبايل ده مش اعلى سبيكس في فئته السعرية او مش اعلى امكانيات في فئته السعرية، ولكن ده معمول للناس اللي ما بتحبش الصيني، او لما يسمع حاجة اسمها صيني ميد ان تشاينا يقول لك لا لا لا. في ناس كده لغايه دلوقتي على فكره. فهو دلوقتي الموبايل ده ميد ان انديا او حاجه مصنوعه في الهند، فالكواليتي بتاعته هتلاقيها اعلى شويه من الصيني. مش هتلاقي فرق قوي في الكواليتي الخارجي، ولكن كواليتي البورد نفسها، كواليتي التصنيع الموبايل ذات نفسه، كواليتي البطاريه، كواليتي الحاجات دي كلها هتلاقيها اعلى من الحاجات الصيني اللي هي طبعا درجه تانية او درجه ثالثه كمان. فالموبايل ده معمول للناس اللي هي مش بتحب الصين او مش بتحب حاجه مكتوب عليها ميد ان تشاينا. ومن حيث انه مش اعلى سبيكس في فئته السعريه او مش اعلى امكانيات في فئته السعريه، ولكن الجهاز بيديك برضو تجربه مستخدم كويسه جدا، لان زي ما قلنا السوفت وير معمول له اوبتمايزيشن كويس جدا مع الهاردوير. يعني هو مش اعلى هاردوير في فئته، ولكن السوفت وير متظبط كويس جدا على الهاردوير، وده شيء كويس جدا. وكمان انا تواصلت مع المسؤولين من شركه لافا واتكلمت معاهم، هم الصراحه قالوا لي ان هم بيركزوا او كل تركيزهم في سيرفيس سنتر او خدمة ما بعد البيع.
بحيث ان هما بيفتحوا في مصر من 45 ل 65 مركز خدمة. في القاهرة لوحدها هيفتحوا 16 مركز خدمة عشان يلبوا احتياجات القاهرة كلها من صيانة ومن ضمان ومن الكلام ده كله. فهما المفروض ان هما داخلين السوق الموبايلات ده او داخلين السوق المصري على الاساس الكواليتي او الجودة، وكمان خدمة ما بعد البيع تكون كويسة جدا، وده طبعا مش ببلاش. فعشان كده الموبايل ده مش احسن سباكس في الدنيا او مش احسن امكانيات في فئته السعرية، ولكن قصاد ده هتاخد خدمة ما بعد البيع والكواليتي اللي هي ميد ان انديا او كلمة ميد ان انديا اللي مكتوبة في ظهر الجهاز. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. رابط شراء الجهاز لو عايز تشتريه تحت في صندوق الوصف او في الديسكريبشن، وما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وما تنساش برضو تشترك في القناة بالضغط على زرار السبسكرايب، وما تنساش برضو تدوس على علامة الجرس اللي جنبه عشان يوصلك كل جديد بنزله. كان معكم محمد سامي في رعاية الله، السلام عليكم.